رعى سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن حفل توزيع شهادات دورة تفسير سفر الرؤيا في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة أم السماق بعمان، بحضور قدس الإرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت وقدس الأب عماد بواب والسيد رائد عواد مدير المركز اليسوعي، حيث استمرت الدورة التي حضر بها الأستاذ رائد خوري 13 أسبوعاً بتنظيم من شبيبة القديس جورجيوس وبالتعاون مع المركز اليسوعي. وبعد أن تشارك الحضور بخبراتهم، قام صاحب السيادة المطران جبارة وبمشاركة السيد رائد عواد بتسليم الشهادات للمشاركين الذين أتموا متطلبات الدورة. وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام المحبة.